نعيش في زمن أصبح الطبخ وتزيينه فيه فنا عالميا، ربما النساء يفعلن هذا الشيء كفن ليستمتعن بهذه المسؤولية. أنا أهتم بالحلويات خاصة، هذا يعجبني أكثر، عملي أن أصنع أشياء من أجل مناسبات هامة كمثل عيد الميلاد، حفلة الخطوبة وغيرها. أنا أرى عملي كفن الكعكات والكعكات المكوبة والبسكويت، كل هذه تحف فنية، لكن اليوم أريد أن أشرح كيف نصنع البانكيك. نأكل البانكيك إما في الفطور أو مع الشاي، أو في العشاء يمكن أكله أيضا، إذا قدم مع الحلويات يكون حلو، وإذا قدم مع المأكولات المالحة يكون مالح. صنعه سهل وسريع، يمكن لأي شخص أن يصنعه في وقت قصير. ماذا نحتاج أن نصنع بانكيك من المواد؟ كوبين من الحليب، بيضتين، ملعقتين من السكر، ملعقة من الزيت، عبوة من الفانيليا، مسحوق الخبز، كوبين أو كوبين ونصف من الدقيق حسب الحاجة، رشة ملح. الطريقة: ضع بيضتين في وعاء وخلط بالمخلاط جيدا، ضع السكر ثم خلط مرة أخرى جيدا، ضع كوبين من الحليب وملعقة من الزيت ورشة ملح، خلط جيدا، ثم ضع الدقيق ومسحوق الخبز والفانيليا، خلط جيدا، خذ قليلا من الخليط بالمغرفة، اسكب المغرفة في مقلاة، انتظر قليلا، عندما يتكون فقاعات اقلب وكرر هذه العملية حتى تنتهي. وزين حسب ذوقك، في الحقيقة المهم تزيينه. أنا أستخدم الشوكولاتة والفواكه خاصة الفراولة والموز. يوجد صلصة خاصة للبانكيك، ويمكن أن نصنع عسل ومربى. صحة وعافية.